السيد عمر الشال ولي أمر زميلينا جنى ويوسف وقصة بعنوان معاناة. السلام عليكم. مشاركتي ستكون قصة قصيرة متفاقدا نهضت من مقعدي أجر أقدامي التي تضعف وزنها بأثقال من الحزن والمعاناة. مع كل خطوة كنت أسترجع شريط ذكرياتي في السنوات الأخيرة. أسترجع ذكرياتي في وطني الأم وطفولة سعيدة لم تدم طويلة. أتذكر أقاربي وأقرابي. أتذكر أبي. تذكرت وجهه عندما دخل علي غرفتي ليلا وهو يحاول إخفاء القلق الواضح في عينيه والذي فضحته ملامح وجهه. أتذكره وهو يقول لي هامسا: هيا بنا سوف نسافر الآن. نظرت إليه مستغربا وقلت بصوت متفاجئ: إلى أين يا أبي؟ وفي هذا الوقت؟ دون أن أقصد ارتفع صوتي حتى يسمعني وسط أصوات الانفجارات التي كانت تدوي بالقرب من بيتنا. كنت قد اعتدت على هذه الأصوات حتى إنني اعتدت على النوم عليها، لأن شعوري بالأمان في وجود أبي وأسرتي لم تنجح الحرب في قتله. رد علي أبي بصوت متلهف: أخفض صوتك يا ولدي، تعال تعال. تذكرت أمي ونظراتها الممتعة وهي تحمل أختي الصغيرة وهي تضع علي ملابس ثقيلة تتناسب مع البرد الموجود خارج منزلها. تذكرت الطريق الطويل الذي قطعناه وأنا لا أفهم إلى أين نتجه ولا لماذا. قطعت شريط الذكريات وأنا أسير بين المقاعد. انتبهت إلى نظرات أصدقائي وهم ينظرون إلي والابتسامة ترتسم على ملامح وجوهي. لم أستطع رد الابتسامة بسبب الذكريات التي سقطت فيها. سحبتني الذكريات مرة أخرى للمعاناة الطويلة التي قطعتها أنا وأسرتي في تلك الليلة، بل وفي الأيام التي تلتها. غصت في الذكريات مرة أخرى وأنا أتذكر ملامح وجه أبي في لحظاته الأخيرة. تذكرته وهو يحاول أن يخفي الآلام التي تظهر عليه. لم يكن يعلم أنني دائما وبالرغم من صغر سني كنت أفهمه من نظراته. تذكرت صوته المتحشج وهو يقول لي: استمر يا ولدي، لا تلتفت وراءك أبدا. فطريق الأمل لا يتوقف إلا عندما نقرر نحن أن نتوقف. استمر يا ولدي، فبداية لكل معاناة أمل وفرصة. ابحث عن الأمل وتمسك بالفرصة. استمر يا ولدي. كنت قد وصلت وقتها إلى المنصة، منصة المسرح. صعدت متفائلا وانا اجر اقدامي. نظرت للمعلم الذي استقبلني بحفاوه وبابتسامه واسعه. في الحقيقه كان يصفق لي وكل من كان في القاعه يصفق لي، لكني لم انتبه لذلك. اخترق اذني صوت مقدم الحفل وهو يذكر اسمي ويقبل بلغه اجنبيه: الفائز بالمركز الاول على مستوى الدوله. انهمر دموعي وانا اواجه الحق وانا اواجه الجمهور. ظنوا انها دموع الفرح ولكنها في الحقيقه كانت مزيج من الفرح والالم، مزيج من الحسره والفرح. جعلت عيني بين الحضور حتى وجدت وجه حبيبي. عنوان الحب والرفق في عالم. التقط عينانا وامتدت دمعه بدون من المسافه. فردت في عينيه البحر والفرحه والبحر. قالت لي شفتيها الملاصقين: الان اكتمل فخر اباك. ابتسمت للرغم مني، ابتسمت للرغم من ديانك.
الذي لا يمكنه القدر ان يؤمن معنا رحله المعلم الذي اوصلنا لهذا البلد وطننا المريح. انتقلت بعيني الى جانب امي لاشاهد اختي الصغيره، لم تعد صغيره كما كانت وقتها، بل اصبحت على مشارف النضوج. اتسعت ابتسامتي وانا انظر اليها، وانا اشاهد فرحتها وسعادتها الجمة وتصفيقها الحاد. تغلبت مشاعر فرحي على حزن الذكريات. اومأت براسي ردا على تحيتها، فهي بالفعل كانت من الاسباب الرئيسيه في ان استكمل رحلتي واتحطى المعاناه. لا ادري ان كانت مصادفه ام ان ابي كان يعلم ما تخبئه لنا الايام. لذا اسمى اختي ام. شكرا. بالمناسبه جميع الصور التي تم عرضها هي تم انشائها عن طريق ذكاء اصطناعي استيحاء من القصه. هذا للتوضيح.